أمسية رمضانية مباركة، وسهرة كروية مميزة، وسحور شهي بطعم الفرح. لوحة فنية رسمها لاعب الأهلي من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بينما كان لاعب الأهلي يحثون الخطى على جلب الفوز بشتى الطرق المتاحة ليرسموا فرحة تاريخية جديدة من استحقاق خارجي آخر. كانت قلوب المشجعين والمحبين تنبض حباً وخوفاً وقلقاً، لكن لاعبي قدموا أداءً رجولياً وحماسياً كعادتهم في كل المشاركات على المستويين المحلي والخارجي. واصل الأهلي حملته الناجحة للدفاع عن لقبه التي توج بلقبها في النسختين الماضيتين بعدما اقتنص تعادلاً بطعم الفوز مع صاحب الأرض شقيقه الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، واستفاد المارد الأحمر من فوزه بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة ليظفر النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ المسابقة بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، والذي يطمح لحصد اللقب 11 والثالث على التوالي بعد أن تأهل إلى نصف نهائي للمرة 18 في تاريخه، وليضرب الأهلي موعداً في الدور قبل النهائي للبطولة مع شقيقه وفاق سطيف الجزائري الذي اجتاز عقبة الترجي التونسي. الفوز ليس بجديد على فريق مثل الأهلي سيد أندية القارة السمراء الذي لا يعرف الهزيمة في الأدوار الإقصائية تحت قيادة رائعة لبيتسو موسيماني. خطوة مهمة خطاها المارد الأحمر، والمشوار لا يزال صعباً في الطريق نحو المنافسة على اللقب. يعقبها سعي وتركيز للاعب الفريق للفوز والتأهل وفتح مزيد من أبواب المجد.